السلام عليك. انت ده شايف الفيديو؟ هاي شايفني انت برا البلد؟ انت الان في خط الصور الامامي، اتقطع النت وما بيقدر يقطع اكتر من كده. ليه؟ لانه النت لو قطع اكتر من كده هيساهم بشكل فعال جدا في الاعتصام، لانه في مؤسسات ما بتشتغل الا عن طريق النت، البنوك ما بتشتغل الا بالنت، فهم شاركوا في العصيان المدني بطريقة غير مباشرة عشان تعرف الغباء. فصلوا النت ما هيقدروا يخلوه أكثر من كده. لكن انت المقترب كان بيقول لك انت بعيد وما تشارك والدار يتكلم تعالينا خش في البلد وقعد جوا البلد بعد ذلك يتكلم، الآن انت بيجي تخطى الدفاع الأول للبلد، كيف بمساهمتك في العصيان المدني؟ إجازتك عطيلة لينا، خليها ماشي تعمل شنو؟ ما في حاجة تعملها، البلد واقفة ومشاكل وخايفين عليه روحك الطيبة وروحك الغالية دي والبيوت والأسر والأهل الراجينك راجين دخلك اللي بتدخله البسيط ده وتساعد به في السودان دايرينك. خليك قاعد على كمان ما تسافر، في لجان في الدولة اللي انت قاعد فيها، أمشي إذا وضعك شوية وظروفك شوية على قدر حالك ودي جاستك السنوية براتبك البسيط أمشي للجان، وأنا من هنا برسل لكل اللجان ونحن قاعدين. اي شخص راتبه بسيط والتذكره دي بتغلد عليه امشي للجان والمبادرات الشغاله، والله 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 يدوك ليه. انا حلفت باسمكم يا مغتربين انه اي واحد جا قال لكم انا خليت سفري وتذكرتي عشان العصيان المدني ولا تذكرتك بكم لقطوها وادوها له، والله العظيم والله نديك ليه. في اي دوله في اي دوله انت مقيم فيها؟ دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، في ناس حطوا لهم الطلقه وجابون المطار عشان يشتغلوا، انت تسافر ليه؟ عشان يقتلوا زول عشانك، ناس فقدت الروح، ما نبيد لنا اجازه نخليها الاجازه عشان تجي المدنيه، تجي الديمقراطيه ونرجع كلنا ونقعد في بلدنا ونستغير بلدنا نشوفها زي البلدان اللي احنا قاعدين فيها. هنضر البلدان اللي قاعدين فيها لو بقينا زين؟ والله ما بنضرهم، لكن ناس المصالح الشخصية الماكلين بلدانهم زادة ما بخلونا، لكن ولا على كيفهم، مدنية مدنية وما يحكمنا العسكر إلا على جثث الشعب السوداني، كويس؟ الحاجة الثالثة، الاس ام اس، رسلوا لأولادنا الليلة من الصباح عليكم الله عليكم الله، دايرين ملايين الرسائل، ترس وامشي بيتكم، ما دايرين نفقد روح، ما دايرين نفقد روح بالرباطة ديل، الرباطة ديل ما عارفين روحهم جايين لشنو ولا عارفين روحهم جايين من وين. شفتوا المقطع بتاع الود اللي كان بيتكلم في رمضان بالفرنسي؟ والله يا جماعه اديت لواحد من الاخوان اللي بيتكلم فرنسي قال لي والله نحن جايين بس يقول لنا اضربوا، بس بنضرب ما عارف ذاته جاي لشنو، جاي تضرب وين؟ قال والله ما عارف، في خرطوم في السعوديه في الامارات محل ما يودونا يقول لنا نضرب اضربوا. والله دي الترجمه بتاع الود اللي كان بيتكلم بالفرنسي، الود بتاع الجنجويد اللي كان بيتكلم بالفرنسي في يوم 27 رمضان 26 رمضان، الفيديو ده كله جاكم شوفوا. فيا ناس انت يا المغترب حافظ على روحك، خليك قاعد وساعدنا في العصيان المدني، وده ما موعد سفر، البلد مبرجله ومقلوبه فوق تحت، ورسل لنا رساله لاولاد جيرانكم اولاد حلتكم اهلكم، قول لهم يا جماعه ترسوا وانت اغلى من الترس وعزلينا من الترس، ترس وامشي اقعد لنا في البيت، البكوركو في الجوامع دل ازيال وكلاب، المؤتمر الوطني لسه شغالين والجداد الالكتروني بدا ورجع ورجعوه في مكاتبه وبدا يشتغل وهينزل لكم الشائعات، وما تشتغل به شائعه حاجه ما رسل لك اخوك والله صاحبك اللي بتثق فيه ولا تعمل لا كوبي بس بس كوبي بس العصيان المدني العام، العصيان المدني الشامل، دي الحاجه اللي تتنسخها، والرسائل الاس ام اس ترس وما تنجر، ولا يقول لك ولا يخلوا لك الجنجبيل سلاح ويقوموا جارين، ولا يجي النقا يجدع لك يقول لك النقر سلافين في الشوارع وشارين صواطير، خليهم اكفل بيتك عليك وخليك جايس في بيتك ده، ترس في بيتك جوا بعصاياتك وعكاكيزك وسكاكينك ده في بيتك، الله حلل لك تقتل البيجيك داخل في بيتك ده كاخ تضحوا، بس رسل لهم رسائل دي، انتوا اغلى وغالين علينا، ضحوا لنا بتذكره وباجازه، اخرها شويه ما قلت لك اخرها بدي، اخرها شويه يا مغترب، لانه انت في الخط الاول، انت في الخط الاول للثورة الآن برسائلك وبالعصيان المدني، إنك ما تركب طيارة تمشي السودان، ودام الشعب السوداني ودام عزك يا وطن ومنتصرين ومدنية مدنية، ولن يحكمنا العسكر حكومة ديمقراطية تبني سودان يسع الجميع، هنبنيه اللي بنحلم به يوماتي، وطن حدادي مدادي بإذن المولى عز وجل، يد على يد. يلا يا المغتربين
دارين همتكم ونشوف رجالتكم وانتوا قدره ورجل منا وده ودمتوا ان شاء الله وربنا يوسع رزقكم ويرزقكم بالحلال عشان تبنوا بلدكم عشان تمشوا بها لقدام عشان الناس كلها تشوفنا في العلالي فوق باذن المولى عز وجل. قولوا امين ربنا ينصرنا ويوفقنا. في النهايه بقول لكم صلوا على الحبيب المصطفى وزيد المصطفى صلاة واكسروا من الصلاة على الحبيب المصطفى وشيرها وانشرها لل 2500 دولة الموجودة في العالم دايرينها تصل دايرينها تصل ال 250 دولة ولا ال 260 دولة في العالم ديل. اي دولة فيها سوداني يشوف الفيديو ده عشان يعرف ان احنا دورنا شنو كمغتربين. ما نسافر ورسل رسائل اس ام اس لاولادنا ديل قول لهم ترسوا وامشوا بيوتكم كويس ورسلوا واللجان اللجان حقت المواد الصحيه المواد الصحيه والمواد الغذائيه والعلاج وبشر اهلنا في السودان وانه الحياه دي كلها تجيكم. ولا تقول لي انه الزول ده يقعد في بيتهم عشان ياكل شنو؟ والله اللجان شغاله السكر والعيش والزيت والفول والدقيق والفحم نوصله لهم في البيت باذن الله. وديل السودان وديل اولاد السودان الحقيقيين الصح. دمتم اولاد السودان. السلام عليكم. مع السلامه. انت يا شايفني عليك الله يا شايفني انت ده شير الفيديو شير الفيديو ده خليه يصل. السلام عليكم.